حياكم الله من جديد مشاهدينا. حازت المرأة البحرينية على أعلى نسب الالتحاق بالتعليم العالي في المجتمع البحريني وعلى نسب الابتعاث والتفوق. معي اليوم دكتورة وفاء المنصوري، مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، للحديث حول إنجازات المرأة في التعليم. مساك بالخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. طبعا في البداية كيف تصفين دور المرأة في الهيئة من حيث كونها طبعا يعني إحدى القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وطبعا شعار يوم المرأة البحرينية جاء يعني بالتزامن مع هذا التخصص. بداية حبيت أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة، وأقدم آيات الشكر حق صاحبة السمو الأميرة سبيكة على دعمها المستمر للمرأة. نعم. وعلى تبنيها شعار هذه السنة اللي هو المرأة والتعليم العالي وعلوم المستقبل. طبعا مثل ما تفضلتي، المرأة تبوأت مناصب كبيرة في المساهمة في التعليم ووصلت إلى أعلى المرتبات، ونسبة النساء الحاصلات على التعليم العالي مثل ما تفضلتي هي نسبة عالية. صحيح. وأنتوا حطيتوا مجموعة من الإحصاءات اللي تدل. نعم. على إيش كثر المرأة وصلت إلى التعليم العالي. نعم. وجود المرأة في التعليم العالي طبعا موجود في كافة التخصصات، سواء كانت التخصصات العلمية أو الأدبية أو الهندسة أو خلينا نقول العلوم اللي احنا نسميها في هذه المرحلة علوم. صحيح. المستقبل. نعم. وهذه ولا شك بيساهم في أن المرأة توصل مع الرجل إلى تطوير الاقتصاد البحريني وتطوير البلد. صحيح. دكتورة وفاء، لو نتعرف على يعني آلية تنفيذ المشاريع البحثية، إذا ممكن يعني نتكلم بإسهاب عنها. أوكي. طبعا هيئة ضمان الجودة، أنا في هيئة ضمان الجودة. نعم. مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وإحنا نقوم بمراجعة المؤسسات سواء مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التعليم المهني. أو مؤسسات التعليم الأساسي. لما نراجع مؤسسات التعليم العالي، واحدة. نعم. من خلينا نقول المعايير اللي احنا نقيسها هو هذه المؤسسات كيف تعمل مثل ما تفضلتي على ان هي يكون العمود، احد الاعمدة الاساسية حق اي مؤسسة تعليم عالي. نعم. هو البحث العلمي. نعم. فشنو هي السياسات اللي هم يتبعونها؟ شنو هي خلينا نقول التمكين اللي مكنون فيه الأكاديمي، سواء كان الأكاديمي الرجل أو الأكاديمي الإمرأة، بحيث أنهم يكون عندهم القدرة على القيام بالأمور البحثية. من ناحية توفير المصادر، من ناحية توفير التدريب لهم على كيفية القيام بعمليات. نعم. البحث، ومن ناحية مساعدتهم على نشر هذه الأبحاث في مجلات محكمة. وفي خلينا نقول في مواقعها الصحيحة. نعم. موضوع مهم يعني دكتورة، إذا ممكن نتكلم عن المشاريع أو أبرز المشاريع المستقبلية للهيئة ومشاركة المرأة فيها. أوكي. مشاركة المرأة في الهيئة، طبعا أنت مثل ما تعرفين مديرنا التنفيذي هو امرأة الدكتورة جواهر. والكادر خلينا نقول التوب مانجمنت في الهيئة بعد مكون 60% تقريبا من المرأة، فالمرأة موجودة في الهيئة. نعم. بكافة مشاريعها سواء الحالية أو المستقبلية. مشاريعنا المستقبلية هو القيام بالدورات الجديدة بالنسبة حق مراجعات المؤسسات. نعم. سواء مؤسسات التعليم العالي أو مثل ما قلت التعليم المهني أو حتى مؤسسات التعليم الأساسي. وفي لما نقوم ب تطوير أطر المراجعة مالتنا. نعم. خلينا نقول إن نهتم إنه يكون في تمكين حق مهارات القرن 21 للطلبة، سواء. نعم. كانوا الطلبة في المراحل الأساسية. أو التعليمية المتقدمة، لأن اللي يبي يوصل حق التعليم العالي لازم يأسس له من البداية. فهذه المهارات لازم يتمكن منها الطالب في التعليم الأساسي. ما ننتظر لحد ما يوصل إلى التعليم العالي، كذي تنمين فيهم حب العلم، حب. صحيح. المعرفة، حب خلينا نقول العلوم الأساسية اللي هي الرياضيات والعلوم. نعم. والابتكار والتطوير، وبعدين يحملها معاه لما يوصل إلى تعليم خلينا نقول عالي. بحيث إنه يكون عنده الطموح أكبر. صحيح. وعنده القدرة على إنه يتفاعل مع متطلبات التعليم العالي بشكل أفضل. نعم. دكتورة، يعني المرأة البحرينية يعني خطت خطوات ثابتة يعني واضحة، وإنجازاتها طبعا واضحة ومشرفة على كافة الأصعدة. لو نتكلم عن أبرز الأهداف اللي حققتها يمكن مملكة البحرين اليوم في دعم وتقدم
خلينا نقول المرأة البحرينية، شنو هي الأهداف اللي حققتها المملكة؟ أنا أعتقد يعني المملكة ميزاتها أن هي من بداياتها من ما ابتدت التعليم في 2019 لحقها التعليم الأساسي حق المرأة في 2028، ترى عقبها بتسع سنوات. فالمرأة دائما كان لها حضور وكانت دائما مرادفة حق الرجل، ماشية معاه اللي ابتدى التعليم العالي ما فرق معهد المعلمين ومعهد المعلمات، صاروا مع بعض. بعدين صارت كلية البحرين الجامعية للعلوم والآداب والتربية، ما فرقت في القبول بين الرجل والمرأة، الرجل والمرأة مشوا مع بعض. نفس الشيء الجلف بوليتكنيك، نفس الشيء جامعة البحرين وانتي ماشية. يعني ما صار في حاجة أن أنا بارفع خلنا نقول من وضع المرأة علشان تكون مساوية لوضع الرجل من ناحية التعليم. لا، التعليم توفر من البداية لهم الاثنين، والمرأة أثبتت أنها متفوقة. يعني لما تشوفين نتائج الثانوية العامة للأمانة مشرفة، المرأة فيها متقدمة. لما تشوفين النتائج في التعليم العالي بعد تشوفين أن المرأة متفوقة أو مساوية لزميلها الطالب. لما تشوفين خلنا نقول المرأة ومساهماتها في التخصصات المختلفة تشوفينها واصلة، سواء في كوزيرة، سواء خلنا نقول في مجلس الشورى، مجلس النواب، وجودها في الخارج كسفيرة تمثل البحرين. هذه كلها المرأة متبوئة فيها وموجودة. دكتورة، يعني لو بسألك عن مفهومك عن تمكين المرأة، شنو ممكن يعني توصفين لتمكين المرأة، ويعني من خلال واقعك أنت كامرأة بحرينية اليوم، ما هو مفهومك لتمكين المرأة؟ تمكين المرأة أن المرأة يكون عندها الفرصة أن هي توصل إلى اللي هي تبي وتعيش بالطريقة اللي هي تبي. بما معنى إذا أنا أختار أن أنا أتخصص في هذه المجال، أنا المجال مفتوح لي، وهذه اللي قاعد يصير في المرحلة الحالية. يعني إذا أنا كامرأة أبي أجرب والله أن أنا أكون خلنا نقول أساهم في ريادة الفضاء، المركز الوطني للفضاء استقبل فيه نساء مهندسات وموجودين فيه. وإذا أنا لا، أنا بالنسبة لي أنا هذه طموحي، أنا بكون مسؤولة عن بيت وعيال، وهذه خلينا نقول اختياري أنا في الحياة. بعد هذه لازم يكون لها احترامه ولازم يكون لها تقديره، وهذه بعد اللي أعتقد أن المجتمع البحريني قدره. فأنا أفهم تمكين المرأة هو أن يفسح لها المجال، أن هي تطلعاتها الإنسانية الذاتية اللي عندها إياها تقدر أن هي تبلورها وتوصلها، سواء كان مشروع صغير هي تتبناه أو أن هي تكون سفيرة فوق العادة خلينا نقول تمثل البحرين. أنا شاكرة لك يعني وجودك دكتورة وفاء المنصوري، وشكرا لك على يعني الكلمات الجميلة، وكل عام وأنت بخير. وأنت طيب. شكرا.